تش بالمايونيز تيجي لذيذ بزاف الصراحه مع الحشوه ديالو. درنا ليه غير واحد جوج شرائح ديال لادند اللي خلينا غير باش تبان بان الحشوه ديال لادند. بالنسبه للبصله اللي عسنا تاهي تجي لذيذه بزاف، وعمرنا بالخضره اللي درت دوز اللي سلقناها في شويه الماء والملحه وصوصيناها في شويه الزبده باش تكون لذيذه. صافي درنا عليها فوق من الفوق زيت الزيتون، وتيكون هذا هو البلا ديالنا اللي ما تياخد منا لا وقت لا مجهود وما تيكلفناش حتى ماديا. تيجي الصراحه زوين، ممكن نقدمه للعائله ديالنا، ممكن نقدمه للناس جاو عندنا. يعني هذا البلا ده الكافي ربعه ديال الاشخاص. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم دائما عند الجابيكي. اليوم عندنا اقتراح ان شاء الله ديال الدجاج في الفران، واحد الماغينات تيجي لذيذ بزاف. ف صراحه نتمنى تجربوه لان ما تياخذ منا لا وقت لا مجهود. بالنسبه للمقادير كناخذوا دجاجه بعد ما نضفناها هاد اللي مزيان، تيكون القياس ديالها ما بين كيلو ونص حتى لجوج كيلو كاع باش ما ياخذش منا وقت في الفران. بالنسبه للمارينات ديال هاد الدجاجه كنحتاجوا المايونيز اللي يكون مايونيز ثقيل، ايضا نص معلقه ديال الهريسه، نص معلقه ما بين بسبيسه وقعقله، تعطي واحد لوكو زوين بزاف. الملحه دائما على حساب الذوق. المهم نقولوا ما كايناش نص معلقه هنا صغيره، المعلقه هو القياس ديالها ديال الكركم. نقولوا نص معلقه صغيره، راس معلقه صغير ديال البزار. هادو هما المقادير بالنسبه للمارينات تاع الدجاج. بالنسبه للحشو كنحتاجوا البصله بيضه متوسطه مشلضينها هكا مربعات رقيقه صغار، ايضا عندنا لدند في ميتا ورقتنا على شكل بصله تاو مربعات صغار، عندنا هنا الشعريه الصينيه اللي فزكناها في الماء مربع واحد. هادو هما المقادير. ندوزو دابا لطريقه التحضير. غادي نديرو فيه تقريبا واحد 3 المعالق ديال المايونيز كبار، صافي نزيد شويه حيت بغيت ندير منو حتى لهاديك الشعريه. نضيف المعلقه ديال الهريسه، هاد الهريسه قديتها في الدار تجي لذيذه بواحد المذاق خيال، يا سلام. قعقله بسبيسه، الكركم البنات، البزار ما كثرتوش حيت درت الحار، الملح دائما على حساب الذوق. دابا نقدر قبل ما نجيب هذيك الدجاجه نحطها فيها، غادي نهز واحد شويه هنايا باش نديرو ندير منه فهاد نسم به الشعريه. صافي هذا كافيني. بعد ما تكونوا قصنا لي هاد لي شنحين تيجي زوين هاد هاد الماغينات هكا. هنايا كندخلو فيه صبعنا مزيان باش ندخل هاد باش ندخلو فيه هاد هاد الماغينات هدا. الجهة التانية حتى هي الجلدة، هنا البنات حتى هو تندخلو فيه صبعنا هاد الفخاد هادو شتو. باش تايا تدخلو الشرمولة مزيان، هنايا كنجيبو ديك الشعريه تنزلو فيها تقريبا واحد المعلقه صغيره ولا نص معلقه على حسب الذوق ديال الهريسه، جوج معالق حتى ثلاثه ديال الزيتون، تنزل فيها تقريبا واحد معلقه ديال زيت الزيتون،
كنضيف واحد المعلقه صغيره عامره ديال الزبده، كنديرو زيت الزيتون ولا زيت الماء، كنزل هاد البصله غادي نتسنى بشويه الملحه والخليل من البصل غير شويه، دابا هنا بعد ما نزلت ليا البصله وخدت اللون غادي نضيف عليها هنا حتى واحد جوج طروس ديال الثومه نضيفهم عليها، نضيف على داك العدند صافي، هنا غادي نضيف هذيك الشعريه ديالي اللي نسنت، غادي نضيف داك المايونيز اللي خليت، غادي نشحرهم على غير واحد شويه كيندمجوا ليا العناصر كلها مع بعضهم صافي، نسكر عليهم النار صافي، بعد ما تقلت لي النقله ديالي مزيان انا غادي نسكت عليها النار حيت هاد الشعريه باقا غادي تطيب مع الدجاج، صافي البنات بعد ما بدات عندنا هاد الحشوه شويه انا دابا غادي نجيب الدجاجه ديالي ونعمرها، صافي بارك عليها ونزيدها واحد الشي باش نخشيها حيت ما عنديش الخيطه الحاجه نخليها مفتوحه نجمع لها غير رجليها صافي، غادي ندير اصلا مجموعين ندير هكا ندخل البنات كذا صافي، ندير لها السلوفان نخليها حتى الغد ان شاء الله عاد نطيبها، هاد الطريقه تجي ساهله وايضا زوينه تجي التجديد بزاف بصراحه، مع الصباح تنوض غير تدخلها الفرن وتتهنى تجي هكا ساهله غدا ان شاء الله عادي نهزوها نديروها في الطبق ندخلوها للفران، ما تحتاجش منها باقي حتى شي خدمه اخرى، وهاد الطريقه هذه الصراحه تجيك ساهله حتى الا كانوا جايين عندك شي ناس ولا شي حاجه تجيك ساهله، بالنسبه لهاد الحشو عادي نجمعو وعادي نخدم به حوايج اخرين لان تيجي لذيذ بزاف وتنقدروا نخدموا به بزاف ديال الحوايج، نحتفظوا به في السوبيرا نديروه في الثلاجه راه ما توقع ليه حتى شي حاجه، نخدموا به بزاف ديال الحوايج، صباح الخير عليكم صبحتوا مزيان، دابا غادي ندخل نديرو الدجاجه في الطاو وندخلوها ديريكت للفران ما غادي نديرو لها باقي حتى شي حاجه، دابا بعد ما حطينا الدجاجه ديالنا دائما تنحطوها على الصدر على الصدر ديالها، دابا غادي نحطوها في الفران غادي نجيو نحطو في الألمنيوم ونديرو على تمام الفرق، دابا هنايا عادي نقادو الطغميرة ديالنا، خدينا ثلاثة البصلات لي شلضناهم، ثلاثة البصلات متوسطين دائما تنخدمو بالبصلة بيضة، غادي نزيد واحد القياس ديال الزيت تقريبا واحد جوج ثلاثة المعالق ونضيفو عليها شوية من زيت الزيتون، نديرو لها الملحة الكركم القليل مسك الجبير القليل من البزار، هنا بعد ما تشحرات ليا البصلة مزيان أنا غادي نزيد عليها واحد شوية ديال الما طايب غير شوية غير فاش طايب، كنضيف هنا واحد نص معلقة ديال السنيدة، كنضيف راس معلقة ديال كاكاو المر بودرة الشوكولاط،
مثلا ديال هذو البنات تكون صافي يعني طابت ليها البصله بغات يتنشف اطنضف لها هاد الحوايج هادو بجوج. بالنسبه للسنيده اختياريه اللي ما بغاش ما يتزف. انا غادي ندبع الحيه باش نبينو البصل راه عندنا عامي. اول حاجه نبداوها هي البطاطا مزيان نتبعها البربه نتبعها خيزو بنات